اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فأقول هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي انتمى الارتقاء العليا ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاسيه في بلاد قضاة القصية إلى إلى الحرم المحترم فحما حما ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن وي بن غالب ابن فير واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أدى إلى الرحاب الحرم وسمع في صلبه وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضرب بن زاد بن معد بن عدنان نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأبى وعدنان بلا ريب عند ذوي
سميع إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتمى فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدريا وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته الملتقى نسب تحسب الأولى بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا عقد صدل وفخار أنت فيه اليتيمة الأسماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورد الهني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صون الاسم تركوا السفاح فلم يصبهم نار من آدم وإلى أبيه وأمه صراط سرى نور النبوة في أسارير غرلهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبر